مفيش، اصل محسن بيه وصل، انا لمحته جاي قلت اجي اديكوا خبر. ما تبصوش اهو جاي في كعبه اهو. اهلا اهلا يا محسن بيه. اهلا سعاد هان. طب اتفضل انت يا حاج حجازي. اوكي. اهلا منيره هان. اهلا يا محسن. انا معلش جاي لحضرتك في موضوع مش هيقدر يستنى اكتر من كده، وارجوكي تفهمي ان الظروف ساعات بتبقى ضدنا مش معانا. في ايه يا محسن بيه؟ انت كده قلقتنا. هو في مشاكل بيني وبين نوال، وانا غير مسؤول عن تصرفاتها من هنا ورايح، لكن احب اقولك ان انا هكون مسؤول عن دفع ثمن الارض دي والفيلا دي، واعتبري دي اخر غلطه من غلطاتي. يعني افهم من كده ان انا لسه هتعرض لمشاكل مع الست نوال؟ هي دي الامانه اللي سابها لك محمود باشا؟ منيره اهدي، مش كده، ده جاي يحذرك، ملوش لازمه كل الكلام ده. ولحد امتى بقى هيفضل يحطني في مواقف بايخه وبعدين يرجع يحذرني وبعدين يرجع يعتذر لي؟ عن اذنك محسن بيه، اتفضل خد فنجان شاي معانا، معلش هي اعصابها تعبانه. اتفضل. ان مصر استطاعت على مر العصور ان تنتصر بحب ابنائها بدمائهم التي شهدتها ارضها المقدسه، وما يحدث الآن من تجاوزات في تخطي لجان تصفية الإقطاع لابد من لفت النظر إليه. إنها رسالة حب لهذا البلد من عاشق مقاتل استطاع أن يمسك القلم من أجل تراب هذا الوطن، وأتمنى أن تكون كلماته حروف في حب مصر. عمر عز الدين قلتوا إيه؟ هاي افتتاحية هايلة، افتتاحية بكرة الصبح توصل المطبعة على طول. بس أنا شايف بقى يا جماعة إن الكلام ده لازم يوصل للقيادة، مش ده واجبنا برضو ولا إيه؟ لا، فما هو هيوصل للقيادة، واحنا عندنا الاثباتات وعندنا كل كلمه ممكن تثبت الكلام اللي بنقوله. احنا لو سكتنا نبقى خاونه، واحنا عمرنا ما كنا خاونه، وعمر القلم ده ما ترعش في ايدينا. نشر الكلام ده هيجر عليك مشاكل، احنا ممكن نوصل الكلام ده عن طريق احمد البحيري. ايوه، هو فاهم ان في عيون بتراقب ده من بعيد. يا جماعه دي حربنا احنا، وده سلاحنا اللي هنحارب بيه. لما عمر عز الدين يكتب رساله بالشكل ده يبقى احنا بنبني في حته وهم بيهدوا في حته ثانيه. ولا انت شايف يا احمد؟ ايه ده رشدي؟ ما تنساش ان في جزء كبير من الكلام اللي قاله ده صحيح. فعلا في تجاوزات حصلت اثناء عمليه تصفيه الاقطاع، ودي محل تحقيق دلوقتي. التحقيق الداخلي حاجه، وكون اننا نستفز الراي العام دي حاجه تانية. اللي بيحصل ده استفزاز للراي العام. ولا هم نسيوا الاقطاعيين عملوا ايه في البلد؟ نسيوا الكرابيج اللي كانت في ايدين البشوات؟ نسيوا الفلاحين هم عايشين على ميه الترع والبلهارسيا جابت اجالهم؟ لمصلحه مين اللي بيعمله عمر؟ لمصلحه مين القلق اللي بيعمله عمر عز الدين؟ سيبنا نفكر شويه. متاسف يا احمد، انا لازم ارد على الكلام ده. انا طبعا ما بسيرش حد ضدهم. انا نفسي اعرف عمر عز الدين عايز ايه اكتر من اللي اتعمل له، عايز يوصل لايه بالظبط. شوف يا احمد، انا طبعا مراعي صداقتك ليهم، بس مش على حساب مصلحه البلد. تاني يا عمر، تاني يا عمر بتكتب عن الحريات والتجاوزات وتصفيه الاقطاع. يا نعمت، انت جرالك ايه؟ اتأثرتي برشدي هدايت ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ ما تفوقي. أنا مش قادرة أفهم الهجوم ده لازمته إيه دلوقتي؟ يا عمر البلد يا دوب هتبتدي تفوق، لازمته إيه الكلام ده؟ أنت مصمم تعدل نظام الكون؟ هو في إيه بالظبط؟ دي بتدافع عن إيه؟ بدافع عن بيتي، بدافع عن وجودك معايا. عمر أنا ما عنديش أي استعداد إن ألاقيك مرة تانية في الزنزانة، ما عنديش استعداد إن أعيش بقية حياتي أرملة. أحب أقول لك إن كل كتاباتي كانت لمصلحة البلد، أي حاجة كتبتها كان لمصلحة البلد. لما أنا اتكلمت عن تصفية الإقطاع ما كنتش ضد فكرة تصفية الإقطاع، أنا بتكلم على طريقة التنفيذ. كل بطالب بيه إن التنفيذ يبقى بمنتهى الحب للناس، وما افتكرش إن الحب ده ممكن في يوم من الأيام يدخلني زنزانة. عمر أنا كل ده دلوقتي ما يهمنيش، أنا اللي يهمني دلوقتي حاجتين اتنين بس. أولاً تبطل كتابة في المواضيع دي. الحاجة التانية تنسى خالص قصر شهندة وكل اللي فيه. أحب أقول لك بقى إن قصر شاهين ده وكل اللي فيه اطمني عليه خالص. عثمان قايم بالواجب، ورشدي هدايت ورا ظهره وحاميه. موافقك يا عمر، لكن أنت بقى، أنت مين اللي هيحميك؟ أنا اللي حاميني حاجة مهمة جدا، حب الناس ليا، وأوعي في يوم من الأيام تشككي فيه. وإذا كان رشدي هدايت بقى هيسمم لك أفكارك، فأنا أول واحد هيمنعك، أنت فاهمة؟
يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ على الله بقى نكون عائلنا كده وما عائلناش ما قلناش وجايين علشان نعمل مشاكل. مامي جايه تشوفني يا بابا. انت في حد مستنيكي تحت؟ لا جايه لوحدي. نيره خشي جوه يا حبيبتي. حاضر يا بابا. اقعدي اقعدي اقعدي. انا تحت امرك. واخرتها يا صلاح، انا مش هفضل ساكته على طول. ما تضطرنيش ارفع عليك قضيه طلاق. يخرب عقلك ضحكتيني. على كل حال جربي يا فاطمه، جربي وشوفي كده مين هيجرؤ يقف قدام صلاح رشدي. ارفع لك ارفع لك قضيه. شوفي يا بنت الناس، انت عمر عز الدين هيفضل وراكي لحد ما تترمي في الشارع، لا هتطولي سما ولا ارض. ومن دلوقتي بقولك انسي خالص انك هتاخدي البنت. خلاص يا صلاح، انا ما بقتش عايزك، ومفيش قوه في العالم ممكن ترجعني ليك. خلي عمر عز الدين ينفعك يا ماما. ولعلمك بقى انت غلطاتك زادت قوي، وانا عمري ما هنسى التطاول بتاع عمر ورفعت عليا في اسكندريه. اتكتب عندي في الاجنده بتاعتي، عارفاها طبعا، الاجنده السوداء اللي بكتب فيها كل حاجه بالتفصيل. وعلى فكره انت اتكتب لك فيها نقطه، باقي لك نقطه واحده يا فاطمه واقضي عليكي تماما. يلا بقى حبيبتي، يلا اتفضلي من غير ما ترد قبل ما شاهين ده تطلب العشاء. انا مش هقدر ارد عليك، بس اتاكد يا صلاح ان ربنا موجود. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شهرت هانم. نعم. في ضيف عايز يقابل حضرتك. مين؟ بيقول ان اسمه جميل تصفر. شهرت عادي، انا اللي هروح اقابله. وده ايه اللي جابه ده؟ معرفش يا ماما، وما تسالينيش اي سؤال دلوقتي. بتشوفي ايه الحكايه يا امينه؟ تفتكري انا ممكن اعرض نفسي لمشكله زي دي؟ حسين هيتصرف. أقدر أعرف إيه سبب الزيارة دي؟ أعتقد إن المسائل انتهت بينك وبين الهانم من فترة. دكتور حسين، أفتكر لازم تديني فرصة علشان أتكلم. اتفضل. أنا ما عرفتش إن شهرة هانم بقت حرم سعادتك إلا من فترة بسيطة قوي. أنا أصلا رجعت من جنيف على أساس حاجة واحدة وبس، إن شهرة وأنا هنتجوز. حضرتك إزاي التجربة تقول الكلام ده قدامي؟ زي ما سعادتك سامع كده، انا رجعت لشهرة كل مليم اخدته منها ايام طلاقنا، على اساس ان اول ما ارجع حصل لها اللي حصل. انا اسف جدا، مش مستعد اسمع ولا كلمه في الموضوع ده بعد كده. ارجوك اتفضل، الزياره انتهت. حسين اتاخر قوي مش كده؟ يا ريت سعادتك ترجع للهانم الصور دي. وتحتفظ بصورة الشيك ده، شيك بمئة ألف جنيه باسمها. ايه الصور دي؟ دي صورنا بعد ما اتصالحنا برا. اتفضل اطلع برا. انا اتشرفت قوي بالمقابلة دي يا دكتور، وارجوك بلغ تحياتي الحارة للهانم. برا. بعد اذنك.
حسين؟ في ايه يا حسين؟ الراجل ده قال لك ايه يا حسين؟ ده اكيد جاي يوقع بينكم. اتفضلي يا هانم. انت شفتيه ده في سويسرا؟ خلاص يا عمتي، الموضوع ده ما بقاش يفرق. خلاص شهر انتهت من حياتي. انا مش طايق اشوفك قدامي. انا اسف على حبي اللي اديتهولك وما فهمتهوش. اسف على ثقتي اللي اديتها لك وعمرك ما حسيتي بيها. اتفضلي. حسين ما انت عارف. حسين ما انت عارف انا قابلته ليه؟ ما انت عارف كل حاجه؟ ما انت عارف انا شفته ليه في سويسرا؟ انت عارف كل ده ما بقاش يهم. عارفه ليه؟ لأن الذنب مش ذنبك، الذنب ذنبي أنا، ذنب قلبي اللي انخدع فيكي، ذنب كل اللي تعستيهم في حياتهم، ذنب منيرة كاظم اللي كانت ضحية لمؤامرة حقيرة انت كنت الضالع الأساسي فيها. لكنه يمهل ولا يهمل. ربنا ما بينساش أبدا وما بيسيبش حد أبدا يا شهرة، ما بيسيبش حد أبدا. حسين خاطري أرجوك ما تنساش كل اللي بيننا. حسين ما تضيعوش ده، احنا مصدقنا اتجوزنا. حسين بس بص، كفاية بقى كفاية، مش عايزك مش قادر تضحكي عليا تاني بعد كده. شهرت انتي طالق في ايه يا حسين؟ مش عايز اسمع ولا كلمه من اي حد في الموضوع ده، مفهوم؟ انت عملت فيها ايه يا حسين؟ شهر شكرا قولي له. انت كنت معايا في كل حاجه. وقصده على ايه؟ وقصده على يا حسين، انت قصدك على اللي كان في يا حسين. والله العظيم شهرة مظلومه يا حسين، مظلومه والله. مش عايز اسمع ولا كلمه. الموضوع ده زي ما قلت انتهى الى الابد. شكراً، ابعدي عنها، اوعي تلمسيها، دي ما تستاهلش. اوعك تقول عليها كده تاني، انت فاهم؟ انت بتظلم يا حسين، بتظلم. انا مش طالب غير العدالة. ليه مش قادر تفهم ان في تداخل في الاختصاصات؟ ليه مش قادر تفهم ان في عناصر جديده بتتعمد الاساءه لاي قرار استثنائي بيطلع؟ يا يوسف انت اللي مش قادر تفهم، ما احنا برضو بنقاوم العناصر ديت وبنحاول نكشفها، بس يعني مفيش داعي ان احنا نسر الناس اكتر من كده. انت خايف من ايه يا عاطف؟ خايف عليك يا يوسف. اقعد. خايف عليا من ايه؟ افهم. اتفضل انت يا عاطف. ما هو احنا مش كل ما هنتقدم خطوه لقدام هنلاقي اصوات هجوم ملهاش اي لازمه. ما تخليش عمر عز الدين يزقك. ما حدش يقدر يزقني في العالم غير حبي للبلد دي. وكمان ما تعمل ليه زعيم سياسي وتبتدي تقول اراء تضر اكتر ما تنفع. ما تعملش زي عمر يوسف. تصفيه الاقطاع ده مبدا من مبادئ الثوره. الناس دي احنا بنعوضها بمنتهى الكرامة. طب افهم انا مطلوب هنا ليه دلوقتي؟ انا عارض عليك تمسك لجنة من اللجان دي. احنا دلوقتي بندور على كل رجالتنا المخلصين عشان يوفروا الحماية الكاملة للجان دي. افهم من كده ان الرسالة وصلت؟ طبعا وصلت. قيادة مهتمة جدا بالموضوع ده.
لازم تفهم يوسف اننا بنقاوم نفس اللي انت بتقاومه، بس من غير بلبله، من غير ما نعمل اي قلق ملوش لازمه غير تنبيه العناصر اللي عايزين نخلص منها. اظن كلامي واضح. واضح واضح طبعا يا احمد. تهدى بقى وتهدي عمر عز الدين ومش عايز مشاكل. تفكر يا بطل في العرض اللي انا عرضه عليك؟ انا يهمني جدا تكون معايا، يهمني جدا الناس المخلصه الحريصه على امن البلد. انا مش مصدق اللي بيحصل ده. امال انا اعمل ايه في مشكلتي مع جميل طسن اللي مش عايز يسيبني في حالي؟ المهم امينه هاني موافقه على الكلام ده؟ لا طبعا مش موافقه، وحسين هتخلى عني زي ما انت شايف. بس عارف بقى، انا مش هستسلم يا محسن. شهرت، انا عملت وقفه مع نفسي وقررت اني لازم ابتدي اتغير، والمفروض انك انت كمان لازم. ايه يا محسن، وده وقت وانت لسه هتديني دروس؟ انا كل اللي بفكر فيه دلوقتي حاجه واحده بس، عليا وعلى اعدائي. انت عمرك ما حبيتي حسين، حسين بالنسبه لك كان مجرد حمايه وبس. لا والله يا محسن، انا فعلا حبيت حسين، ما كانش مجرد حمايه وبس، هو دلوقتي خلاص لا حب ولا حمايه. على العموم انا حاسه كده. القهوه محسن بيه، القهوه يا شهرة تاني. والنبي ما تزعلي نفسك، مفيش حاجه تستاهل، وبعدين دكتور حسين ده ما يستاهلش ضفر من ضفرك. اه والله. طب اتفضل. حاضر. عاجبك كده يا عزمي؟ يا اصل انت مش فاهم المساله دي، مساله وجهات نظر. مش فاهم انت ليه مش عايز تناقش القضيه نفسها؟ فكر الفكر يا اختي. لا جديد ده. هو ايه ده اللي جديد؟ حكايه فكر الفكر دي. لا واضح انك مذاكره الدرس كويس قوي عزمي. اللي افهمه ان الحلوين اللي زينا يعملوا باديكير مونيكير، يروحوا يعملوا شعرهم عند الكوافير، انما انما ايه؟ ما بتقولش الكلام ده لنعمة كاظم ليه؟ لا نعمة كاظم دي حاجه تانية، نعمة كاظم بنت بلد بتتعامل مع الاشياء بموضوعيه. مش قوي كده نرمين. هي انت محتاجه تفهمي حاجات كتير، يعني انا عايزك طبعا يعني مفروض تفهمي. انا مفروض ليه؟ انت كده حلو قوي. انت مش شايف انك دمك تقيل قوي النهارده؟ شايفه كده؟ معلش، هي انا الايام دي حاسس ان قلبي تاه مني. طب لما تبقى تلاقيه يبقى اديني فكره. يهمك؟ ست ربيع، تليفوني هاني. الو صلاح بيه؟ مش معقول، انت عرفت النمره ازاي؟ سي تامبو سيكلي خالص، عن اذنكم. سيكلك معاكي يا اختي. بصراحه انا مش عاجبني الكلام اللي بيحصل ده خالص. يا اختي بقول لك ايه، سيبها في حالها يا منولي. اه ده احنا ما صدقنا يا اخويا انها فائت. يا رؤيه انت لازم افهم هي فين وصلاح رشدي فين. يلا منجاور السعيد يسعد. اوكي اوكي يا صلاح بيه، باي. صلاح بيه هيتجنن علي، عشان كده جاي يشوفني. ايه مالكم بتبصولي كده ليه؟ لا ابدا، انا بس بفكر هنطبخ له ايه. شهرت هتدفع عمرها تمن اللي عملته معايا. انا قربت من نسليار، وممكن اطلب منها اللي انا عايزه. هي اصلها مرعوبه دلوقتي لعثمان فكري يعرف اي حاجه. وليه ما تعملش انت المشكله مع عثمان فكري؟ عثمان دلوقتي اسم كبير واكيد هيخاف على اسمه. شوف يا رفيق، انا مش هسيبهم. انا بدات بشهره وناقش شاهر ومهي نار. عثمان ومسليار دول بقى شغلتك انت. امال انت متخيل احنا هنعيش منين؟ على فكره يا جميل، انا مش هسيب القصر بتاع عمتي يستولى عليه صلاح رشدي. انت مستني موضوع القصر ده؟ لجنه تصفيه الاقطاع اكيد دلوقتي حطيته تحت الحراسه. انت بتقول ايه؟ دي تبقى كارثه.
الاسانسوار. الاسانسوار شيء. عن اذن حضرتك. تفضل. مكان. ازيك يا رشدي؟ ازيك يا شام؟ رشدي، انت لازم تعرف انه الحفله دي معموله مخصوص عشانك. انا نسيت اقول لك، كمان شويه عمر عز الدين هيوصل، يا ريت اقدر اصلح سوء التفاهم اللي بينكم. انا مفيش مشاكل بيني وبين عمر، اللي بينا بس خلاف في وجهات النظر. انت عارف عمر بيهمني، احنا طول عمرنا كنا اصدقاء. شاهين، ده انا ما بعرفش اغير، ولو حسيت بالغيره اي احساس حلو عندي للاسف بينتهي. اخسى عليك يا رشدي، انت ليه دايما بتفهمني غلط؟ انا قلقان من مقابله هدايه لعمر عز الدين، مش عارف هي تقصد ايه من كده. كنت هزعل قوي لو اعتذرت. انا ما كانش ممكن اعتذر وانا عارف اني حابب الجمال ده كله. طول عمرك كلامك جميل قوي. وحشتيني يا ابني. وانت كمان. مساء الخير. مساء الخير. وجودك دايما بيسعدني. انا كمان يسعدني ابقى بينكم دايما. ممكن اعرفكم ببعض؟ انا في الحقيقه كنت عايز اعرفه. انا كمان نفسي اعرفك يا عمر بيه. بوندكا، احنا نسيب الرجاله مع بعض. ماهي، اتفضل يا عمر. اتفضل. الحقيقه انا قلقان عليك قوي يا عمر. تفتكر قلقك ده ممكن يوصلني لغايه فين؟ المرحله مش مستحمله يا عمر، صدقني مش مستحمله. طب ممكن توضح لي كلامك اكتر من فضلك؟ حاضر. احنا دلوقتي مركزين على الجبهه الداخليه، وبصراحه مقالاتك بتعمل نوع من التشتيت في عقول الناس. انا بقول لك ده يا عمر عشان بحبك وبعتز بألمك، وانت عارف ده كويس. يعني انت بتقول لي الكلام ده وانت معتز بألمي؟ امال لو كنت عايز تكسره كنت قلت لي ايه؟ بلاش التعبيرات العاطفيه دي يا عمر. اوعى تتصور ان الجمهور مش فاهم اللي بين السطور. شعبنا شعب ذكي وبيفهم، بيعرفها وهي طايره على راي ولاد البلد. واللي بين السطور ده بقى قالي مين بالظبط؟ انت عارف انا وانت وجهات نظرنا عمرها ما هتتقابل ابدا، لانك انت واخد المساله وصايه على البلد، وانا رايي بقى ان الاوصياء الحقيقيين هم ولاد البلد اللي انت بتتكلم عليهم دول. عن اذنك، لو كملنا كده هيبقى دم تقيل قوي. اتفضل. يا فاطمة، في أخبار جديدة؟ ليه يا نوال؟ بس مش عايزة تصدقيني إنك بقيتي كل حاجة في حياتي. مش فاهمة. يعني بصراحة بقيتي تتعبي لي أفكاري قوي، وأنا اللي بيتعبوا لي أفكاري في الدنيا دي قليلين قوي قوي، وكلهم اسمهم نوال. عارف أنا بموت في كلامك الحلو ده قوي، بس على رأي المثل، أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. ليه كده بس؟ مش مصدقاني يا نوال ولا خايفة مني؟ عينيك بتقول كلام كتير قوي، كلام يخوف وكلام حلو. نوال صدقيني والله، أنا إنسان بسيط جدا، كل اللي بتسمعيه عني ده مجرد إشاعات. يمكن لو كنت لقيت القلب الحنين اللي يحبني بإخلاص، ما كانش فيه حاجات كتير قوي حصلت. نوال، أنا طول عمري كنت لوحدي. لوحدك؟ لوحدك إزاي بس؟ أمال أنا رحت فين؟ لا، ما انت ناسياني خالص، رغم ان انا اول مره شفتك فيها لقيت في عينيكي سحر غريب هو اللي شدني ليكي. سحر كنت بدور عليه طول عمري. نوال ارجوكي ما تسيبينيش، صدقيني انا محتاج لك، محتاج لك قوي. انا كمان محتاجه لك، بس بالحلال يا صلاح بيه. طبعا بالحلال، بس في وقته. مش عارف اعمل ايه يا رفعت. ساعات اقول لروحي جايز اكون اتسرعت في الجوازه دي،
وارجع اقول طب هي ليه وافقت؟ عزمي انت كده هتتجنن، لازم يبقى في حل. مش قادر يا رفعت، بحبها وما استحملش زعلها، بخاف عليها. يا راجل ده انا ببقى محضر كلام اقوله لها، ومجرد ما عيني تيجي في عينيها بنسى الكلام بيروح. عزمي الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، بس طبعا تحت اي ظرف من الظروف لازم يبقى لك موقف. في ست في الدنيا تسيب بيتها وجوزها وتسافر قال ايه عشان تريح اعصابها؟ يا اختي ده دلع مرق. اللي يلاقي دلعه ما يتدلعش يبقى غلطان. كوثر، كلمة واحدة عن سعاد مش مسموح بيها، تعمل اللي على هواها، على قلبي انا زي العسل. يا اخويا ما تتحمقش قوي كده على اختك، يا خايب يا مايل، اختك دي اللي ودتك ورا. ادي الستات اللي بتعرف تاخد حقها بصحيحها، شايف سعاد عامله ايه في عزمي؟ مين اللي قالك ان انا موافق على اللي بيحصل؟ او موافق على اللي بتعمله سعاد؟ ادي اللي انا كنت عامل حسابه. انا عارف ان سعاد اتجوزت عزمي هروب مش حب. بس شايف بيتكلم عنها ازاي؟ عيني عليك يا اخويا وعلى بختك. يا ما قلنا ويا ما عدنا، لكن مين يقرا ومين يسمع؟ ما يوسف جوزها الاولاني كان بيحبها حب ملوش مثيل، طلقها ليه؟ من عمايلها. اسمع يا عاطف، انا قصدت نقعد لوحدنا عشان ليا طلب عندك مهم جدا قبل جوازكم. ايه خير يا انا؟ ما احنا اتفقنا على كل حاجه. ايوه بس هو طلب اخير وارجوك توافق عليه. انا تحت امرك. انت عارف انا بحب ساره قد ايه، مش قادره اتخيل انها هتبعد عني بعد جوازكم. طب ودي انا هعمل فيها ايه؟ ما ده شيء طبيعي. عموما اوعد حضرتك ان ساره تبقى تجيلك على طول. برضو مش فاهمني، انا عاوزاكم تقعدوا معايا هنا على طول. هنا؟ ايوه. هنا يعني؟ ايوه. ساره تعالى بس يا عاطف، ما تخافش من حاجة. أيوة هو هنا؟ أيوة. أنت عارف أنا بحبك قد إيه، زي ابني بالظبط. في الحقيقة أنا محتاجة إنك تكون جنبي في الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها. فكر على مهلك، بس بترجاك ما ترفضش. هو حضرتك خدت رأي سارة في الموضوع ده؟ سارة سيبها علي أنا وأكيد هتوافق، المهم رأيك أنت. المهم رأيي أنا. هو أنا ما عنديش مانع يا أنا، بس طبعا لازم سارة توافق، بس ده هيبقى بشكل مؤقت. مؤقت يعني 20 سنة، 25 سنة. بسيطة كده. هي سارة فيه. Thank you.
ازيك يا عزم؟ اهلا اهلا، ازيك يا يوسف؟ ازيك؟ وحشني. لا حقيقي وحشني. ازيك؟ مبروك يا منير. الله يبارك فيك. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا يوسف؟ عن الزوج. تفضل تفضل تفضل. مبروك يا حبيبتي، مبروك. خلي بالك منها. في عينيا. مبروك يا حبيبي، مبروك، ألف مبروك. منيرة، شفتي يوسف؟ سعاد، وبعدين معاكي بقى، ما تجيليش سيرة يوسف خالص، دلوقتي متجوزة. هلو يا سعاد. هاي، ازيك؟ وحشتيني قوي. ايه نعم، تتأخرتي كده ليه؟ وعمر فين؟ عمر بعدين، بعدين هقولك يا منيرة. بعدين يعني ايه؟ انتوا زعلانين من بعض؟ عمر اتغير قوي، انا متأكدة ان في حد في حياته. اهلا يا يوسف، وحشتيني قوي حبيبي. شكر جدا يا خديجة. لازم تتصل بيا بالتليفون عشان اطمن عليك. حاضر يا فندم. طب عن اذنك. اتفضل يا فندم. حسين، ازيك؟ اهلا اهلا. ازيك يا يوسف؟ ايه الاخبار اللي انا سمعتها دي؟ لا حكايه كبيره قوي، عايزه لها قعده طويله عشان نقعد نتكلم مع بعض. منورانا يا امينه هانم. اهلا بيك. بس الحقيقه انا اتضايقت قوي من الخبر اللي انا سمعته. كل شيء اسمه ونصيب يا خديجه هانم. قعدتها ولا هتشتريها؟ بابا لا يا اختي، مش انت بعد الشر، بعد الشر، الشر بره وبعيد. صدقيني اتاثرنا قوي يا حبيبتي. اخر مره هسمح لك تسافري لوحدك. انت بتقول ايه يا عزمي؟ واخر مره مسموح لك تكلميني بالاسلوب ده. جرى ايه؟ انت مش واخد بالك ان في ناس حوالينا؟ انت يعني كنت راعيتي وجود الناس دي؟ قوي تتصورني علشان بحبك مسموح لك انك تسيء ليا. على اي حال مش وقت كلام، حسابنا بعدين، انا اذنك. عزمي، انا اذنكم يا جماعه. ايه يا عزمي مالك؟ في ايه؟ حطق، حطق يا رفعت. وجود يوسف بيعمل لي قلق، بحس اني يستحيل مكان واحد يجمعنا انا وهو. مجرد انه يسلم على سعاد حسيت اني ولعت، ولعت يا اخي. طب تعالى بس، رايح فين؟ سيبني سيبني رفعت، انا حاسس اني مش طايق نفسي، سيبني. عايز اخدك دلوقتي ونروح عند الشجره اللي كنا بنتقابل عندها زمان. ليه؟ عشان نحكي لها حكايتنا، عشان اقول لها اني نفذت كل كلمه وعدتك بيها، وأقول لها كمان إنك أحلى وأرق سارة شفتها في حياتي. عاطف، هتفضل تقولي الكلام الحلو ده على طول؟ طبعا. عندك شك في كده؟ ما انت شايف عمر ما جاش ونعمة واقفة هناك لوحدها، حتى سعاد ويوسف كل واحد فيهم بقى في ناحية، مش دي حاجة تخوف؟ وإحنا مالنا وماله؟ أولا سعاد ويوسف من كتر ما حبوا بعض سابوا بعض. عمر ونعمة مهما اختلفوا مش ممكن هيفترقوا. بعدين سيبك من ده كله، كلميني شوية عن عاطف. بحبك. لا مش بس بحبك، أنا كمان فخورة بيك. عارفة أنا نفسي في إيه؟ عاطف ما تتهورش، الناس حوالينا. أنا حاسس إن عمر متراقب عشان كده ما جاش النهاردة. إيه المقالة الأخرانية بتاعته عملت قلق ولا إيه؟ لا يا دكتور حسين، الحكاية مش حكاية المقالة. القلق موجود من مقابلته الأخيرة مع أحمد البحيري. لا 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 رفعت، أنا ما أشكش في أحمد البحيري لحظة واحدة. شوف مهما حصل يا حسين أنا مش مطمن. طب ممكن أعرف إيه مصدر قلقك ده بس؟ يا جماعة رفعت، يوسف في ضابط بره بيسأل على عمر. أنت مشيت من غير ما أشوفك. أول لما أعرف حاجة هكلمك على طول. في إيه يا حبيبتي؟ في قرارات غير خاضعة للمناقشة. يبقى مين اللي بيهدد البحيري شخصياً؟ هو إيه اللي حصل؟ كذبت عليا. أكيد كانت. كنت تقصد إيه؟ كده تبقى القضية ابتدت. ما يقدرش يعمل لك أي حاجة. طب إيه المطلوب مني دلوقتي؟ أنا جداً. قوليها يا نجوى. أنا عقلي مش قادر يستوعب كده ولا مشاعري، أنتوا هتموتوني؟ إمبارح اللي